بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية الكريمة تكررت في القرآن مرتين، وقبل هذه الآية في المرتين آيتان متقاربتان من حيث الألفاظ. الآية الأولى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هذا في سورة الصف. وفي سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لتوضيح الآيتين نذكر مقدمة مستفادة من مستفيض الروايات. الله سبحانه وتعالى خلق أبدان الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله والأنبياء من عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. أما أرواح الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله فخلقت من فوق عليين من نور عظمة الله حسب ما في الروايات، يعني النور الله سبحانه وتعالى خلقه، وهذا النور شرفه بأن نسبه إلى نفسه كما نسب الكعبة إلى نفسه فقال بيت الله. كذلك هذا النور الله سبحانه وتعالى خلقه وشرف هذا النور بأن نسبه إلى نفسه وإلى عظمته، فأرواحهم خلقت من نور عظمته وأبدانهم خلقت من أعلى عليين، والعليون في الجنة. وأما أرواح المؤمنين فإنها خلقت من أدنى عليين، يعني العليون درجات. أبدان الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام خلقت من أعلى عليين بس أرواحهم فوق ذلك، وأما أرواح المؤمنين فخلقت من أدنى درجات العليين. فلذلك أكو اشتراك بين المؤمنين وبين الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. الاشتراك هو أن أبدان الأئمة والرسول خلق من أعلى عليين، وأرواح المؤمنين
خلق من أدنى عليين، فعليون هي نقطة اشتراك. أما أبدان المؤمنين فخلقت من دون ذلك. أما أرواح الكفار فخلقت من سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين منطقة في جهنم، وسجين من السجن صيغة مبالغة، فعيل سجين. ولذلك في الحديث الشريف أن قلوب المؤمنين تهوى إلينا. لماذا؟ لأنها خلقت مما خلق منه أبداننا. أما أرواح الكفار والنواصب والمنافقين فهي تتنفر منا. لماذا؟ لأنها خلقت من سجين. طبعا هذا مو معنى الجبر، وإنما الله سبحانه وتعالى بعلمه كان يعلم أن فلان باختياره سيختار الإيمان، ولذلك خلقه من هذه الطينة العليين. والله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم أن فلان الناصبي سيختار الناصب، فلذلك خلقه من سجين. ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا المؤمن سيدخل الجنة، فلازم طينته تكون مناسبة للجنة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فلذلك إذا طينة سجين تدخل الجنة أو طينة عادية تريد تدخل الجنة، هذا مو من الحكمة. أنت أفرض بنيت قصراً، في هذا القصر تستعمل أفضل الأحجار. إذا واحد جاء استعمل حجر رديء في ذلك القصر ماكو مناسبة، من هذا المهندس أو هذا العامل ما كان حكيم. فهاي الطينة إذا تريد تدخل للجنة لازم تناسب الجنة. وهذا الكافر اللي يدخل في النار أو هذا الناصبي اللي يدخل في النار، إذا طينة مو من سجين ماكو مناسبة بين النار وبين الطينة التي ليست من سجين. فلأجل المناسبة والله سبحانه وتعالى هو الحكيم خلق بهذه الكيفية. لكن لماذا خلق بهذه الكيفية؟ لأنه كان يعلم أنك باختيارك تختار الإيمان، وذاك الكافر باختياره سيختار الكفر. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى خلق الأئمة والرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام قبل أن يخلق الناس جميعا، فجعلكم بعرشه محدقين. حبيب بن مظاهر رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه ماذا كنتم قبل خلق الخلق؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يجاوبه يقول كنا أشباح نور حول العرش نعلم الملائكة التسبيح والتهليل. ولذلك اليوم اللي إبليس أبى عن السجود لآدم، الله سبحانه وتعالى شنو يخاطبه؟ يقول له أستكبرت، يعني أستكبرت، أستكبرت أم كنت من العالين؟ لأنهم كانوا يشوفون الأنوار حول العرش وكانوا يتعلمون منهم التسبيح والتهليل، فالله يقول له أنت ليش ما سجدت لآدم؟ مستكبر أو أنت من العالين، يعني من محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وآله كان نبيا من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى نوره. قلنا روحة الله سبحانه وتعالى خلقه من نور عظمته اللي هو فوق الجنة وفوق عليين. من ذلك الوقت خلقه الله نبيا، وفي الحديث الشريف كنت نبيا
وآدم بين الطين والماء. فلذا عندما نقول يوم السابع والعشرين من شهر رجب يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، مو معنى أن الرسول في هذا الوقت اختير للنبوة، معنى ذلك أنه الله سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ، يعني صار رسول، لأنه الأنبياء أربع طبقات. عندنا نبي هو في نفسه نبي مو مأمور بالتبليغ، وعندنا نبي مأمور بالتبليغ إلى جماعة محدودة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأكو نبي هو نبي وهو إمام مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني الأنبياء اللي في زمانه والأنبياء اللي بعده لازم يتبعوه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كان من زمان هو نبي وكان رسول، لكن حينما أتم الامتحان، وخاصة أصعب الامتحان كان في الأمر بذبح إسماعيل، قال إني جاعلك للناس إماما. هاي من الطبقة العليا من الأنبياء، اللي هو نبي وهو رسول وهو إمام. فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان نبيا، لكن في 27 من رجب أمره الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، صار رسول مثل عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام من يوم ولادته ولد نبيا، قال إني عبد الله في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لكن متى صار رسول عيسى؟ عندما صار عمره 7 سنوات، فهو من يوم ميلاد نبي، لكن لما صار عمره 7 سنوات صار رسول. ولذلك هاي الفترة بين ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وبين بعثته، الرسول كان نبي وكان ملتزما بشريعة. هسه شنو هاي الشريعة؟ البعض كانوا يقولون، من العلماء يقولون هي شريعة إبراهيم، بس هذا الكلام مو صحيح، لأن النبي أفضل من إبراهيم. النبي على ملة إبراهيم بس مو على شريعة إبراهيم، مو تابع لإبراهيم، لأنه لا يصح أن يكون أفضل تابع للمفضول. وذاك اللي يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، هذا كلام خلاف العقل أصلا. فرسول الله لم يكن تابعا لإبراهيم، ولكن نفس الشريعة اللي الله سبحانه وتعالى أنزلها على إبراهيم، نفس الشريعة أنزلها على محمد صلى الله عليه وآله. فالشريعة متطابقة لكن متبع، وحي مستقل. الله أوحى إلى إبراهيم تلك الشريعة، ونفس تلك الشريعة أوحاها إلى الرسول صلى الله عليه وآله بدون أن يكون تابع لإبراهيم. المنهج نفس المنهج لكن بدون اتباع. على كل حال، هذا كلام مفصل ذكره العلامة المجلسي في البحار وفي مرآة العقول وفي كتب أخرى. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان نبياً ويعمل بالشريعة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى عليه، وهي متطابقة مع شريعة إبراهيم بدون تبعية لإبراهيم، إلى أن بعث في 27 من شهر رجب فأمر بالتبليغ. لذلك أكو بعض العامة وخاصة الوهابيين منهم، هؤلاء لا يقدرون الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لذلك يجسمون الله سبحانه وتعالى وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق، وأنه يركب على حمار، وأنه كذا وكذا وكذا، مجسمة بتمام معنى الكلمة. يعني في الواقع هم عبدة صنم، صنعوا بأذهانهم إلها
ليس هو الله وعبدوه. إله اللي مثلنا يجلس على الكرسي زين، وأنه يركب على حمار، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه كذا وكذا وكذا، هذا فصنم صنعوا بأذهانهم ويعبدون صنما في الواقع، لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهذا نتيجة الابتعاد عن منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى توحيدهم اللي هو عبادة الصنم المصنوع بأذهانهم. وبالنسبة إلى النبوة كذلك، يقللون من قدر رسول الله سبحانه عليه الصلاة والسلام وعلى آله إلى أبعد درجة. لذلك عندما تشوف في كتبهم الرسول قبل الإسلام شنو كان، كثير منهم يقولون كان مشرك أصلا والعياذ بالله. يفسرون هذه الآية لأنهم تفسير بالرأي عندهم كثير، ويتمسكون بالآيات المتشابهات. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضال يفسروا بأنه الضلال في العقيدة. يقول الرسول كان مشرك، مع أن الضال في هذه الآية بمناسبة ألم يجدك يتيما أنه ضاع، لأن الرسول حينما كان في البادية عند حليمة السعدية في يوم من الأيام ضاع، مو أنه ظل بمعنى أنه ظل في العقيدة، ظل في الطريق. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. القضية كلها مرتبطة بالأمور المادية مو مرتبطة بالعقيدة. يتيم فقد أبويه وهو صغير أو قبل ميلاده، ووجدك ضال يعني مضيع الطريق، ووجدك عائل يعني فقير فأغنى. والعياذ بالله، جديدا واحد منهم انطلع يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله أهدي إليه خمر، وأنه قبل الإسلام كان يجوز أن يبيع الخمر، ماكو مشكلة أن الرسول يبيع الخمر مثلا، مع أن الخمر محرمة في كل الشرائع. وحتى في الإسلام الأحكام بالتدريج نزلت مو في يوم واحد، لكن بالنسبة إلى بعض المحرمات ما كان تحليل، كان سكوت، مو أنه الخمر قبل نزول آية فهل أنتم منتهون كان حلال، لا الخمر ما كان حلال، بس سكوت ما مبين. لحكمة التدريج في بيان الأحكام المحرمات الكبيرة، مو أنه ما كانت محرمة، كان سكوت عنها. إذا واحد من المسلمين كان يرتكبها ما كان يعاقب، لماذا؟ لأنه ما كانوا مبلغي أن هذا الشيء حرام، سكوت عن الحكم كان. بالتدريج الأحكام بينت، مو أنه الخمر كان حلال وأن الرسول والعياذ بالله كان يبيع الخمر مثلا. أو بعضهم يقولون في مروياتهم أن الرسول صلى الله عليه وآله أكل من ذبيحة قبل البعثة، يعني ذكر عليها الأصنام زين، الذبيحة الذي يذكر عليها الأصنام، وإنه لفسق. صحيح أنه في بداية الشريعة كان سكوت عن هذا الحكم، بس الرسول كان مكلف، واللحم الذي لم يذكر اسم الله عليه هو فسق أكله أصلا، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهلم جر لا يعرفون قدر الرسول. حتى بعد النبوة كل نقيصة ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه مثلا الخلفاء كان عندهم بعض الأمور الزائدة والناقصة وخلاف الشارع، فيريد ينزه الخليفة مالته، فوضعوا أحاديث أن الرسول فعل نفس الفعل زين. فإذا الرسول فعله معاوية هم فعله، شنو المشكلة؟ أن معاوية كان يبيع الخمر أو كان يطلب الخمر ليشرب، لكن بالظاهر أنه للبيع لأهل الذمة زين. إذا معاوية كان يبيع الخمر الرسول هم كان يبيع الخمر، فماكو إشكال على معاوية. أو إذا فلان مثلا شتم الناس الرسول هم كان يشتم مثلا والعياذ بالله، ويضعون أحاديث من هذا القبيل لتنزيه خلفائهم، ولكن تنقيصا من رسول الله صلى الله عليه وآله. وخاصة بني أمية حاربوا الرسول 20 عام في مكة،
وبعد الهجرة ولما فتحت مكة اضطروا أن يظهروا الإسلام، لكن العداء باقي. في معركة بدر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قتل ابن أبي سفيان أخو معاوية، وقتل خالة، وقتل جدة يعني أبو أمة أبو هند، زين واحد قتل جده وخاله وأخوه في معركة واحدة بيد الإمام علي بن أبي طالب بأمر من الرسول. هذا معقول بعد يحب الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذا الأصمعي المعروف اللغوي المعروف، هذا كان ناصبي يبغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هسه الأصمعي بيا سنة كان 150-160، يعني بعد أمير المؤمنين بأكثر من 120 سنة أو أكثر. زين ليش تبغض علي بن أبي طالب؟ يقول لأنه جد جدي في زمان أمير المؤمنين ارتكب سرقة، فبأمر أمير المؤمنين قطعت يده، وأنا شلون أحب رجل قطع يد جد جدي؟ زين تريد اسم معاوية اللي أخوه خالة وجدة مقتول في وقعة واحدة، مقتولون في وقعة واحدة بيد أمير المؤمنين بأمر من الرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يحب الرسول مثلا؟ وهكذا سار بني أمية. فلذلك كانوا يحاولون إزالة الإسلام بأي طريقة، ما يقدرون يزيلون الإسلام، لكن التنقيص من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. وكثير من الأحاديث اللي موجودة في صحاحهم وإذا تراجعها واحد ما يرضاها لنفسه أصلا، حتى لو هو من سفلة الناس ما يرضى هذه الأمور لنفسه، نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ هذا تفريغ للحقد أو لتبرير أعمالهم، إن فعلناه فقد فعله رسول الله خلاص. لكن يريدون أن يطفئوا نور الله، قلنا هاي آيتين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أنت النار شمعة، إذا تريد تطفيها ماذا تفعل؟ تنفخ فيها بالنفخ، قد تطفئ شمعة، لكن إذا نار كبيرة كانت يمكن أن واحد يطفئها بنفخة؟ لا. زين إذا كان نور الله سبحانه وتعالى بنفخة تطفئ؟ بكلام حديث موضوع بأكاذيب تطفئ؟ كلا. يطفئ هذا النور؟ كلا. في حديث شريف الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يرد على الذين يدعون إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، يقول الشمس، معنى الحديث نور الشمس جزء من 1000 جزء من نور كذا، يذكر الإمام مثلا نور الحجاب الحجب، ونور الحجب ضياءها ونورها جزء من 1000 جزء من نور كذا، يصير 1,000,000 جزء أو أكثر من 1,000,000 جزء. تقدر تشوف الشمس أنت؟ ما تقدر تشوف الشمس. تقدر تملأ عينك من الشمس اللي هي موجود مادي؟ كلا. أكو موجودات أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى نورها 1,000,000 مرة أكثر من الشمس، وهذه مخلوقات. فذول يزعمون أنه يتمكنون النظر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتمكنون النظر إلى بعض مخلوقاته الصغيرة، لأن الشمس اللي إحنا الآن متنعمين بها هي من النجوم الصغيرة. أكو نجوم الآن في هذا الكون 1,000,000 مرة أكبر من الشمس، نجمة واحدة أكبر من الشمس 1,000,000 مرة. على كل حال هذا اللي يريد يطفئ نور الله بنفخة، بكلام، بحديث موضوع، بكذب، يتمكن؟ كلا، والله متم نوره. وفي آية أخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره.
وإتمام نور الله سبحانه وتعالى. إذا تراجع القرآن الكريم، لأن القرآن بعضه يفسر بعضه، في يوم الغدير الآية اللي نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي. تمام النعمة بشنو؟ بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. زين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ونور الله الرسول محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هذه إرادة حتمية أن هذا النور سيتم، ما بي كلام. زين، الله سبحانه وتعالى أتم النعمة في يوم الغدير، لكن الناس رفضوا هذه النعمة من شقائهم، والله سبحانه وتعالى واتر نعم الأئمة واحدا بعد آخر، لكن غالب الناس رفضوهم، فالله سبحانه وتعالى حفظ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي ظهوره يكون تمام للنعمة، لأن الولاية والإمامة هي تمام النعمة، فبسبب سوء تصرف الناس الله سلب منهم قسم من هذه النعمة. في الظهور الله سبحانه وتعالى يتم النعمة، ولذا في الدعاء وأتمم نعمتك علينا بظهور الإمام عليه الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذن كلما حاولوا كلما فعلوا لا يتمكنون من إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. الله شاء مشيئة حتم أن يتم هذا النور، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لكن هذا معناه مو أنه إحنا ما عندنا تكليف، صحيح الله يتم النور، لكن نحن مكلفون بأن نساهم في إيصال هذا النور إلى الناس، لأنه أكو حجب بين هذا النور وبين الناس، حجب أكو، النور ما بي مشكلة ما بي نقص، أكو حجاب أمام هذا النور. أفرض غرفة مظلمة غالقين النوافذ، نور الشمس لا يصل إلى هذه الغرفة، المشكلة مو بالشمس، المشكلة في وجود هذه الحجب والنوافذ المغلقة التي تمنع من وصول نور الشمس إلى تلك الغرفة بدون نقص في نور الشمس. إحنا تكليفنا أن هذه الحجب نزيلها، لأنه مو كل الناس معاندين، مو كل الناس نواصب، كثير من الناس جهلة. لماذا هو جاهل؟ لوجود حجاب، هذا حجاب من الجهل والتربية السيئة. أنت تقدر تزيل هذا الحجاب مرة بلسانك، مرة بكتابتك. هسه ما تقدر تقول أنا في ظرف تقية شديدة جدا، أعيش في وسط النواصب، لا أتمكن من الكلام بشيء، إما أعرض للقتل أو لقطع الرزق أو لما أمور أخرى. زين، الإمام الحسين مجاوب: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنت إذا عملك بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى، والناس عندما يشوفوك، صحيح أنت ما لا تقول شيئا تقية، لكن حينما يرونك ويرونك قطعة من النور في كلامك في عملك في أمانتك في أخلاقك في أسلوبك، زين هذا ليش هالشكل؟ لماذا هكذا؟ يتأثرون. أنا شفت واحد متشيع أردني قبل 10 سنوات، هذا الرجل طبيب أسنان كان، ومعه رجل آخر أيضا يعني حامل شهادة عليا، فأحدهما ذكر
أنه هو من أقرباء أحد كبار قادة بعض الأحزاب الإسلامية هناك. قلت له زين أنت ليش تشيعت؟ قال أنه بعد ما فسحوا المجال لهجرة العراقيين زمان صدام والضغط اللي كان على المؤمنين هناك، فيقول كان رجل من الذين هاجروا إلى الأردن كبير في، يعني مو كبير في السن، حوالي 50 سنة عمره، رجل أمي، رجل أمي، التفتوا يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ورجل فقير. يقول هذا جاي لطلب الرزق، رجل أمي فقير هاجر لطلب الرزق وما عنده رأس مال وما عنده فلوس. يقول كان يخلي بسطة بجنب الشارع ويبيع بعض البضائع الرخيصة استرزق عن هذه الطريقة. يقول آني كل يوم مكان اللي هذا فاتح البسطة أمر من عنده للذهاب إلى الجامعة والرجوع منها. يقول أدري هذا عراقي، بعدين يقول عرفت أنه من مدينة اسمها السماوة في العراق في جنوب العراق، وأعلم بأنه شيعي. يقول بعد فترة ما أمر أجي أروح كذا شفت هذا إنسان هواية طيب خلوق. يقول فاحترق قلبي أنه هذا الإنسان الطيب كذا لماذا هو رافضي؟ وعلى كل حال حسب زعمه سيدخل في نار جهنم. فيقول رحت حتى أهدي حسب زعمي. يقول ذهبت وأتكلم وياه، شفت رجل أمي ما عنده ثقافة وما دارس زين وفقير، لكن هذا الرجل كان حافظ بعض الكلمات سامعها من الخطباء، يعني بعض الأحاديث وكذا. يعني عبرت لبعض الإخوة اللي سبب الهداية هو نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول نقل لي هذه الكلمات اللي سامعها من بعض الخطباء، يقول تلك الكلمات أثرت فيه، أثرت بي تلك الكلمات لأن نور أهل البيت فيها، هذا مثل واسطة فقط وسبب أنه أروح أحقق ووجدت الحق واهتديت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زين رجل أمي فقير مهجر مهاجر طلبا للرزق، لكن بطيب أخلاقه بطيب معاملته بطيب أسلوبه زين بطيب كلامه سبب الهداية لمن؟ لرجل حامل شهادة عليا زين مدرس في الجامعة من أقرباء قادة المادري الحركات الإسلامية كذا. يمكن ليش؟ لأن ذاك نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، في الحديث الشريف كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. فإذا الإنسان بأسلوبه، في طبقات الأنبياء ذكرت أن طبقات الأنبياء 4 طبقات، أكو من الأنبياء نبي مو مأمور بالتبليغ أصلا من أول حياته إلى آخر حياته، هو نبي بس مو مأمور بالتبليغ. البعض يتساءل شنو فائدة هذا النبي، نبي بس مو مأمور بالتبليغ. الجواب أنه وجود إنسان كامل متكامل في كل جهات في مجتمع حتى لو ساكت يكون إشعاع نور موجود منه. إحنا شايفين في بعض الأحيان في مجتمع يوجد إنسان قمة في التدين والأخلاق، هو لا خطيب هو ولا عالم ولا متكلم، لكنه نفس وجوده إشعاع النور فيه. الناس عندما ينظرون إليه يتذكرون الله سبحانه وتعالى، من يذكركم الله رؤيته. فالإنسان إذا تمكن بلسانه، تمكن بقلمه، تمكن بكتابته، بس الإنترنت هم موجود بعد، حتى لو أنت في أكثر الأماكن تشددا تقدر تكتب بالإنترنت بعد،
ما حد يقدر يحاسبك عليه ولا يكتشف ذلك. متى تقدر كل ذلك؟ بعملك، بأخلاقك، بأسلوبك. كل هذه الدعايات المغرضة عندما يرون إنسان مؤمن ملتزم، كل تلك الدعايات تروح هباء منثورا. فإحنا نستلهم من هذا اليوم المبارك أن علينا أن نكون سبباً لهداية الناس، لا لحاجة ذلك النور. الله سبحانه وتعالى خلق ذلك النور قبل أن يخلق العالم أصلاً. أول خلق من الروحانيين الله خلقهم وجعل لهم الولاية، وأمور الكون جعلها بيدهم بإذنه سبحانه وتعالى، وفي الآخرة هم الشفعاء والحساب لهم والإياب إليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يحتاجون إلينا، لكن نحن الذين نحتاج. فنحاول أن نوصل هذا النور للناس، والله سبحانه وتعالى يعوض ويوفق. وفي الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويقول: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم مباركا لنا، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها